طيب جميل، ننتقل إلى الصحافة ومنها نقرأ هندور سنواصل مع إدارة ترامب لتطبيع العلاقات مع أمريكا، حيث أعلن رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر استمرار تعاون المجلس الوطني مع الكونغرس الأمريكي حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإحلال السلام بالبلاد. وقال وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور إن الحكومة ستواصل الحوار مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصولا للرفع الكامل للعقوبات، بما في ذلك رفع اسم السودان من قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب وتطبيع العلاقات بين البلدين وترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي. وأوضح أن الخطوة المتقدمة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بإلغاء العقوبات تفتح بابا واسعا أمام استمرار التعاون والحوار بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بجانب تهيئة الأجواء للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات. وقال إن الأمر يتطلب وضع خطة محددة للأشهر الستة المقبلة وما بعدها، واستمرار التنسيق بين المؤسسات والجهات المختصة وتهيئة القطاع الاقتصادي والمصرفي والقطاع الخاص وأصحاب العمل للاستثمار واستغلال السوانح التي يتيحها رفع العقوبات. أستاذ خالد، هل تتوقع أن يواجه الحوار مع إدارة ترامب الإدارة الجديدة، هل تتوقع أن يواجه أي عقبات؟ والله لا أتوقع، لا تحدث مفاجآت في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في النقاط الخمسة في خارطة الطريق. أمريكا دولة تاعت مؤسساتها وكل القرارات يعني ما على أساس فردي، ومن المعروف أنه بعد انتخاب الرئيس الجديد القرارات الرئيسية بتم فيها التشاور ما بين الإدارة الجديدة والإدارة القديمة أو الإدارة المنتهية فترتها. عشان كده ما أتوقع، ودائما الجمهوريين هون أكثر براغماتيك يعني في قرارات، والديمقراطيون هم هنا الاكثر تاثرا باللوبي المجموعات الافريقيه اللي هو كان دائما ضد الحكومه السودانيه في الفترات الاخيره. انا ما اعتقد، وافتكر في رساله ثانيه بعثتها الاداره الامريكيه امس كان خطاب الوداع للمبعوث الامريكي الخاص بالسودان، ولاول مره او بصوره نادره اوجه انتقادات عنيفه للمعارضه السودانيه بالذات ل الحركة الشعبية قطاع الشمال، كان دائما أقرب للولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه هو بينظر لمصالح قطاع الشمال، بينظر لمصالح سياسية فوق مصلحة المواطنين المؤثرين في بالحرب. أعتقد ده مؤشر كبير بيعزز إنه في انتقال في السياسة الأمريكية تجاه الحكومة السودانية، انتقلت من خانة العداء والتغارب مع بعض أطراف المعارضة لخانة الاقتراب من الحكومة السودانية. لذلك أعتقد إنه بدرجة كبيرة أنه صعب الرجوع مرة ثانية لمرحلة العقوبات، خاصة أنه في تفاوض مستمر حول النقاط الخمسة، وأهم حاجة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. طيب هذا هو يعني مربط الفرس، ما هو المطلوب من الحكومة خلال الفترة القادمة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خاصة وأن التعاون كان قديما كما أوضح مدير جهاز الأمن، وأكد في أكثر من مناسبة أن السودان لم يدخر وسعا للوصول إلى هذه الغاية؟ أنا أعتقد الحكومة السودانية محتاجة لمجهود أكبر في أول حاجة في لتجاوز موضوع مكافأة الإرهاب وسلام دارفور، لأنه في لسه عقوبتين على يعني بندين، وده أعتقد بيبتدي من الداخل من ضمن الخمس النقاط الخمسة بتاعت خارطة الطريق بين البلدين. إكمال السلام في السودان، أعتقد أن الوصول لتسوية سياسية مع قوى المعارضة ومع الحاملين السلاح وإحداث نوع من الاستقرار السياسي في السودان هي البداية السليمة لتحسين الأوضاع داخل السودان بالنسبة للسودانيين وبالنسبة للدولة السودانية، وده برضو بيخلق أجواء تاع التماسك، بيكون فرص التدخل الخارجي في شأنك الداخلي محدودة أو معدومة، وده بخليك انت اكثر قوه في التعامل واكثر نديه في التعامل مع القوى الخارجيه ما فيها الولايات المتحده الامريكيه. الشغله الثانيه افتكر موضوع رفع اسم السودان من قائمه الارهاب ومن سلام دارفور محتاج على المستوى الدبلوماسي لمجهود اكبر في التواصل مع مجموعات الضغط في الولايات المتحده الامريكيه مع الكونغرس الامريكي، وده افتكر الحكومة بقد عندها تجربة كبيرة خصوصا بعد الست أشهر الماضية كان فيها التفاوض، لكن مفتاح العلاقات الخارجية بالنسبة للسودان هو
حل الأزمات السياسية الداخلية، حل الحرب، حل النزاع، إيقاف ال ده بيفتح الباب لمنع أي تدخل خارجي في شأن الداخل السوداني. طيب، يعني ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تقوية العلاقات ما بين السودان والولايات المتحدة؟ طبعا العلاقات الدولية لدرجة كبيرة هي بتقوم على المصالح، المصالح على مستوى الأمن القومي للدول وعلى المصالح الاقتصادية. والقطاع الخاص في حالة تبادل العلاقات التجارية والمنافع ده بيخلق نوع من العلاقات، لأنه الاقتصاد هو محرك الرئيسي للعلاقات الدبلوماسية. وفي النهاية يعني أي نشاط تجاري وتوسيع النشاط التجاري ده بيعزز العلاقات المشتركة، لأنه بيربط الدولتين بمصالح، بيربط الدولتين بعلاقات بتاعة تبادل، حتى بتاع زيارات، بيفتح الباب لحوار على كل المستويات. يعني البيزنس هو الأساس في كثير من العلاقات بين الدول، وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان. لكن لجانب أكبر، أنا أفتكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للسودان لملف أمني أكثر من أنه ملف اقتصادي، باعتبار دور السودان في الأمن الإقليمي في المنطقة، منطقة فيها حالة من النوع من السيولة الأمنية في دول الجوار. وأي تدهور للأوضاع الأمنية في السودان ممكن يكون السودان مؤول، يعني مؤول للحركات المتطرفة. أفتكر ده الاهتمام الرئيسي بالنسبة للإدارة الأمريكية بالسودان أكثر من الاهتمام الاقتصادي. طيب، هناك مسؤولة بالسفارة الأمريكية بالخرطوم قالت أنها تتوقع زيادة في حجم التوسع في التبادل التجاري بين البلدين. يعني ما هو المطلوب من الجانب السوداني للوصول إلى مراحل متقدمة من التعاون الاقتصادي؟ هو مش توسعي، يكون في بداية جديدة للعلاقات التجارية، لأن العلاقات التجارية متوقفة بفعل العقوبات الاقتصادية. وما ننسى إنه الاستكشافات مثلا في مجال النفط في السودان، اللي هو فترة الفدرات عمل تأثير كبير على الاقتصاد السوداني، كان من خلال شركة شفرة الأمريكية في سبعينات القرن الماضي. السودان أيضا محتاج للتقنيات الأمريكية في مجال الزراعة، مجال الثروة الحيوانية، في مجال التكنولوجيا، فمحتاجين لتبادل. الولايات المتحدة بدرجة ما عندها مصالح في بعض المنتجات السودانية، خصوصا إذا كان السودان ممكن يكون بالنسبة لها معبر لبعض دول الجوار. لكن الحكومة السودانية مش شان الولايات المتحدة الأمريكية اللي فتح الباب بعد رفع العقوبات الأمريكية ورفع الباب للتبادل المصرفي، مفترض تهيئ الأجواء والبيئة للاستثمار، البيئة القانونية، البنيات التحتية للدولة، يعني تشفيف البيروقراطية، تشفيف أي اتهامات بالفساد، الشفافية، إدخال تكنولوجيا حديثة في كل المجالات، يعني بحيث أنه تكون الاستثمار في السودان للولايات المتحدة الأمريكية أو للدول الغربية أو للدول العربية واستثمار جاذب. ويكون الحاجة برضو مرتبطة بشخص سياسي، وهو يكون في استقرار سياسي وإنهاء حالة الحرب. ما في جهة تستثمر في بلد فيها شد وجذب، فيها نزاعات، وفيها حالة بتاع التغلب سياسي. السودان حس عنده فرصة كبيرة في أنه يرتب أوراقه السياسية الداخلية، وخلق نوع بتاع انتقال يعني لمرحلة جديدة سياسية، ويكون يهيئ لبيئة يعني سياسية وبيئة بتاعت استقرار وبيئة قانونية وبيئة بتاعت يعني إيقاف التنازع بين المركز والولايات في الصلاحيات بخصوص المستثمرين. كل التهيئة دي كلها ممكن هي اللي بتكون جاذبة للاستثمار من كل العالم، ما بجست الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية.